الصقالات المعدنية هي هيكل مؤقت يستخدم لتوفير منصة عمل للعمال في الأماكن المرتفعة. تستخدم في مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك البناء والصيانة والبياض والدهان. لها العديد من المزايا مقارنة بالصقالات الخشبية بما في ذلك سرعة وسهولة في التركيب والفك، إمكانية التعديل بسهولة حسب الحاجة، القوة والمتانة، وجود أنواع أنظمة مختلفة لتتناسب مع كافة المشاريع، الأمان والسلامة، زيادة الإنتاجية في العمل، سهولة التخزين، سهولة عمل الصيانة الدورية، عمر افتراضي أطول، قلة التكاليف. إذا كنت تبحث عن شركة تقدم خدمات بيع وإيجار الصقالات المعدنية مع وجود فريق تركيبات احترافي وشهادات اختبار الأحمال للمزيد من الأمان، فإن شركة الشاطر للصقالات والشدات المعدنية هي الاختيار الأمثل لك. تواصل معنا الآن